أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز رضاعة الكبير وجزاكم الله خيرا؟ لا، لا تجوز رضاعة الكبير، الرضاعة في الحولين فقط، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أما إرضاع الكبير لأجل يكون محرما للمرضعة هذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم. وأما قضية سالم مولى أبي حذيفة هذه قضية عين خاصة بها فقط،